لحظة واحدة، لحظة، لحظة واحدة. سيد وحياة أبوك نزل. هي إيه؟ لف هنا شويه ده بيخرج يا دوم انت تقوم من النوم. سكرتش بولا يا عمد انا هخليك بالليل تنام تاني. حد يوقفها يا جماعه. لو النبي يا ريس لو النبي. الله اكبر. لا لا والله طب انزل ازاي؟ بامر الله بلاش عكنانه بقى. لا 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 ما دام انا في امان انتوا في امان. كل سنة وحضراتكم طيبين وأهلا وسهلا بيكم معانا في برنامج أكشن. ضيف النهاردة الفنان علاء مرسي. علاء مرسي أنا عارف أنه بيحب يطير، أقنعناه أنه يعمل عباس ابن فرناس شخصية في فزورة. فزورة دي عليها سحب. علاء اتبسط جدا وقال بس أنا حطير. دخل البلاتو لقى البلاتو أخضر فخضر كله خضار. قال إيه دي كرومة؟ قالوا طبعا دي كرومة لان المخرج هيشيل الكرومه دي ويسقط بعد كده وراك جبال وطيور وانت طاير في السحاب والفضائيات الجميله وتمشي بقى علاء في الجو. اتبسط جدا. ثبتنا الحكايه دي اكتر بان قلنا له ان في خبير في الجرافيك من بره اجنبي وانت علاء راجل دولي وعالمي. اتبسط جدا. قعد مع خبير الجرافيك يبدو انه ما اقتنعش بيه، لكن اللي اقنع علاء مرسي ان يعمل عباس ابن فرناس ويطيروا في الجو المخرج المتمكن في الدراما استاذ محمد النقلي. بنعمل فزوره زي ميني دراما كده. فبنعمله بالجرافيك. باخد لك شطات كذا شوط، شطات كتير باشكال مختلفه بحيث ان انا لما اركبه على الجرافيك احس فعلا انت طاير طاير في الجو. يعني ده معروف يا عباس ابن فرناس ده. هي اول ما هنعرف ان بالطيران هيعرفوه. ايوه بس هو ده هو الطيران جرافيك يعني. جرافيك طبعا. ان اهم حاجه في الموضوع هو موضوع ان انا اتخيل ان انا بعمل ايه. عشان تبقى مقتنع انت بتعمل. لان التخيل ده بيديك الجرافيك بيخليك تشوف صوره انت عمرك ما شفتها قبل كده. اي حركه هنا بتعملوها بتاخد بياخد بالمقاس بالسنتي. يعني احنا الازرق والاحمر ده. ايوه الازرق والاحمر. تمام يا ريس. اشرح انت بقى. You can see the two spots of the red one and the blue one. اللي هو انت عن كلام في اللي هو البرميلين، البرميل الاحمر والبرميل الازرق. ايوه انا اهم حاجه في التقنيه اللي عندي it's the most important thing for me ان على قد ما تقدروا ما تبعدوش عن الكروما. You know for favor. بفافرو صح. Yeah. Questa la cosa peggiore. يعني أهم حاجة زي ما قلت إن تلتزموا بالأخضر. سناتيكي. باجوري. أسوس. باجوري. بص أنت هتقف هنا تعملي حركتين ثلاثة وأروح ناطط في المرتبة دي. بس. ماشي. أسهل من كده إيه بقى؟ هي الله اعلم يا بيه هي سهله من هنا. مش سهله محدش عارف شيله ده من هنا. حجاج جندب ايه يا نط كده انط ايه حط لي كرسي عشان يطلع عليه انط ايه. طب هم يا ريس هو احنا المفروض بعد كده بيعرفوا احنا ايه يعني الناس بتبعت بقى الناس بتبعت تشوف الفزوره ايه دي شوف هو يعني دي فوازير سهله. هو يا ريتني ما اخترت الدور ده. انا هو قال لي على مهلك حبيبي يا مسهل يا رب. مش ما بقول لك هم قالوا لي بعد الثوره ما فيش شغل. اطلع يا ده ما فيش حاجه عادي عادي. يا نهار اسوخ. انت تعرف الجناح هو اللي لاخمني في النط. انا لو مش الجناح هتشوف على ما حاجه فجوري. اقعد ساجد في دي بالذات في دي بالذات سيبني في حالي. ها فجوري فجوري بجد خلاص هو هيبجر هبهدلك. قول له حجاك انت يا جماعه ايطالي انت يا جعرنتي. 5 4 3 2 1 حرك. هي هنا هوبي هنا هوبي يا حد يجي معايا. ثبت لي ده يا استاذ. هات لي الكرسي هنا. ده انا قطعت النفس. هات لي الكرسي. قطعت النفس.
اصلا المره اللي فاتت يا ريس نطتها كاني مش واخد بالي، المره دي انا خدت بالي، فدي هي المصيبه السوداء. بص بجوري ونط علاء، بجوري ونط واتكل على الله. ايوه بجوري واتكل على الله. يلا بس الحركه الاول علاء. علاء حركتك الاول بس. يلا اعمل بجوري كده وترعت على ابو احمد اللي انت قلتها ونط. جمعتني ايوه وتنطني على كوبري ام احمد وتنط على الولية الحلوه. هو خلاص اتنين على تعالى اشيل لي ده. يلا تعالى اشيل لي ده. تعالى لي تعالى لي ده، انت ايامك سودة معايا. هتقول السلم تعالى اخوك بقى انت. مطار الخطر، مطار الخطر، مطار الخطر حمراء. خلاص علاء سيبه. خلاص يا علاء انا في ايطاليا عشان ما حدش خنقني غيرك. علاء خلاص 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 عشان يشوف ايام كوسه. هالكوسه ايه رايك؟ سانجوحة كوزا باتشوري. سانجوكا يا لحالة شوفيني بها هزوها. اما لما هتقف هنا لو توازنت في الهواء جيدا فسوف تنجح التجربة وسأكون اول انسان في العالم يطير. ده انا هقولها دي. ما المشكلة ان انا مش هعرف اقولها والبتاع دي. هسجلها لك صوت. تعال تعال هات لي الاول ده بس. طب ممكن حد يعملها؟ البسها. يلا حبيبي اللي بيقعد فيه فين؟ اللي قاعد فيه احسن. ورينا اللي قاعد فيه. قول له خلاص هات 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 الاولاني. لا هات الاول هات احسن. هات الاولاني. طب يلا حبيبي تعال. بجد ولا لا؟ لا لا هو عشان مجرب وعارف واثق. ايوه مش عايز. يلا حبيبي اتفضل. يلا جاهز. ايه دي يا ريس؟ هو عارف يقول ايه يا علاء؟ في ايه يا جماعه؟ مفيش حاجه يا ريس. ناوي على ايه يا ريس؟ انا معاك يا باشا ما تقلقش. همسك في ايه؟ ده تروح مني فين؟ انت جاهز يا استاذ علاء؟ لا مش جاهز مش جاهز. لا ما تفاجئنيش. لا ما تفاجئنيش. فكها فكها. لا فكها فكها. لا فكها 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 فكها. بس خلاص فكتها؟ ما فكتهاش؟ فكها. طب اصبر فكها. بوس ايدك. فكها 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 فكها. لا 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 فكها. لا مش هقرص طبعا. فكها فكها خلاص فكها. فك فك انت ماسك. فوق حاسب رقبتي رقبتي رقبتي. ياما ياما ياما. نزل نزل نزل. لا 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 ياما البتاع مش ثابته مش ثابته. انزل بقى انزل 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 انزل. لا لحظة واحدة بس كده. بص اثبت كده. لا لا اثبت كده وهنزلك يا ريس. لا اثبت بس لحظة واحدة. مش عارف مش عارف. لو النبي انزل. مش يا رب انزل على السلم. انزل على السلم. انزل على السلم. نزلني نزلني. هات رجله على السلم. هات رجله على السلم. نزلني مش فجوري. نزلني والنبي البتاع دي. بس نزلني دي خنقك دي. سيبك منها. يفكني بس بتاع دي والنبي شويه. يفكني واركبها تاني حبيبي. لحظه بس يفكني وهركب تاني والله. عايزين نخلص ونمشي. بص يا ريس هوعدك ان لو فكني هركبها تاني والله. انا عايز اقول حاجه. فجوري فجوري فجوري. تعالى والنبي تعالى. انا عايز اقول حاجه. خليه واقف كده اهو على اساس انه طاير. لا 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 انا عايز انزل. عايز انزل وبعدين اعمل اي حاجه. يعني زي ما انت خلاص مش هتطلع يا ريس. طب اعمل ستوب. مش هتطلع دلوقتي. اعمل ستوب بس. مش هتطلع يا علاء. طب هقول لك على حاجه. اهو باجوري باجوري. ثواني عايز اشرب ميه. تعالى جدع. تعالى علاء خليك جدع. تعالى جنبي. لا لا لو النبي لو النبي حجاج حجاج. لو النبي لو النبي عايز اشرب ميه. استنى اشرب ميه. طيب هاتوا ازازه ميه يا جماعه. الله خش. لو النبي يا حاج حجاج. هات 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 يا جماعه. طب والنبي ممكن يا ريس اقعد جنبك؟ هات اقعدوا تعالى والنبي اقعدني.
ده انا صاحبك يا احمد عيب. استنى استنى ده ما هو ما يخليه اقعد خليه يقعد على البتاع. خد يا نزل بس اشرب، عايز اشرب ميه والنبي اقعد بس واشرب ميه. سيب الواير والنبي النبي سيبه سيبه. اقعد اقعد يا جماعه. بقى انت اسمك ايه؟ تعالى يا علي بس اقول لك اديله الميه. ما تخافش والله ما تاخد الميه يا علاء الاول. طب خليه فكني واقعد اشرب يا ريس. اشرب بس الاول وانت واقع عشان نخلص. اقعد بس واشرب بقى. انت لو قعدت هتاكلهم دلوقتي. لا والله والله انا وعد والله والله وعد والله وعد ما هعمل حاجه. انا اشرب يا علاء الاول الميه والله وعد وما هسمع يعني هسمع كمان عشان خاطر النبي. تعالى عطشان ابو النبي. النبي النبي اقول لك لا بص هياخدك رهيله خلي بالك. لا والنبي بص يا جماعه احنا ممكن نتفاهم والله في نتفاهم في ايه يا جمعيه؟ ممكن هتفاهم معاكم والله في حاجه. والله هعيط بجد وهتلاقيني عاملها على نفسي وحسن حسن. انت مش عارف باجوري باجوري باجوري. انت ليك باجوري. انت عسل. ناخد الشوط ده ونقفل يا ريس. طب نقفل بقى يلا. هقول لك على حاجه والله هخلص يا والله يا ريس هتخلص والله. يلا عايز اخلص يا حجاج. استنى يا جماعه انا هتكلم في حاجه. هتكلم في حاجه وبعدين نتفاهم. والنبي 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 يا جوري. طب هقول لكم على حاجه. هقول لكم على حاجه وحياه كل اللي مات له حد الله يرحمه وعشان خاطره. استنى والنبي 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 حجاج والنبي والنبي عم والنبي. هقول لكم على حاجه يا عم 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 والنبي يا استاذ. يلا عايز اخلص والنبي يا استاذ. هقول لك استاذ محمد استاذ محمد عايز اخلص يا علي. يا ريس ريس والله هقول لك عشان خاطري عشان انا هقول لكم على حاجه. لا والنبي والنبي. طب اقول لك حاجه. انت جيت انت جاي تمثل هنا يا لا 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 والنبي يا استاذ محمد. استاذ محمد انت مقتنع ان انت بتعمل ده؟ انت انت يعني انت عارف ان ده فيه مغامرات واكشن. جيت ليه؟ لا والنبي والنبي خليه يسكت. ايه اللي خلاك تيجي تمثل الروايه دي؟ انا لا 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 خليه يسكت. خليه يسكت. اسكت يا ابني. والنبي خليه يسكت وانا هتكلم. ايه اللي خلاك تيجي تمثل؟ ما انا مش عارف اتكلم وهو بيعمل. طب ما تشتغلش. ايه يا ريس لحظه واحده هكلمك يا ريس في حاجه والله. بص ثانيه ثانيه انا هخدمك انا هريحك عشان خاطري هريحك وحياه ولادك. قول لي طب الجمله دي وانت واقف. ربنا يكرمك. قول لي الجمله دي وانت واقف بس. قول لي الجمله دي بس يا كريم. الهي تحج السنه دي يا رب. يا رب تحج انت وكل اللي يفكني. ولا علاء يا جدعان. ولا علاء والنبي. ولا ولاه يكرمكم بحق ولاه. انت كمان ربنا يكرمك والله يلا عشان خاطري يا استاذ محمد. استاذ محمد استاذ محمد قول له يحج السنه دي. ده يحج السنه دي في بيت المقدس. ايوه ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. انت واقف بقى يا رب. بس خليك واقف يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو توازنت في الهواء جيدا فسوف ننجح التجربه. طب بس اكون اول انسان في العالم. خليك معايا بقى. انا معاك ازاي يا بيه وانا حاسس ان انا فجاه هلاقيني في السماء. يا عم مش هتطير. ما ينفعش تطير. ليه 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 هتعمل ايه هتعمل ايه؟ انا ما عملتلكش حاجه. والمصحف ده بيفكك بيفكك يا والنبي يا عم والنبي يا عم والله ونبي. بيفكك والنبي يا سيد. انت سيد محمد انا عارفه. سيبك من الهجس اللي كنت بقوله لك. انا مش عارف سيد محمد بيفكك. ومش عارف مين. انا عارف سيد محمد وانت راجل صنايعي زي الفل. بس خلاص والله صنايعي زي الفل. صنايعي زي الفل ولا بتعرف اي حاجه. ممكن اقعد بس بص على الارض. لحظه واحده. بص يا حجاج يا جماعه. أيوه. لحظه واحده النبي يا جماعه. تعالى يا حجاج. حاضر النبي يا جماعه. مش لحظه واحده بقى. الميه فين؟ لحظه واحده. ميه ايه؟ ما انا قلت لك خد ميه 100 مره. ما شربتش ميه ولا حصل. يلا يا حجاج حاضر بيفكني. هات المي هات المي هات يا كابتن. خش يا حبيبي الله يخليك. قول له باجوري باجوري وهو بيشرب. باجوري 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 100 100. بص تعالى حكايه كده. اتفضل لحظه واحده. اتفضل يا ريس. خد يا حسين. معلش اسفين يا مستر. هراوه باجوري. باجوري هراوه باجوري هراوه. ها خد دي خد دي كمان خد دي. بص يا علاء احنا كنا بنعمل مقلب حلو كده وخلص المقلب وكل سنه طيب ومبروك علينا. باجوري 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 والله العظيم باجوري. هات امي باجوري. طب الشمره يا نهار اسود. هات الورق. انت اللي بتعمله. انت اللي بتعمله. انت اللي عملته. انت اللي عملته. تعالين يا بطه تعالين يا بطه.
انا انت عارف ان انا بخاف من الحاجات دي. نعلقه تاني. لا تعمل ايه كده في حاجات؟ ما انا عارف ان انت بس ترعب بالحاجات دي. هش 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 هش. يما يما يا نهار اسمك على اليوم اللي انا شفته. الناس ادت لي حته مقلب ساري فريكه هشوش. ما انا خايف بقى، انا اخاف اروح واقع في الحته اللي في البيت. اجيبها لك كده اجيبها لك كده يعني تلاقيني انا الزقر ده في نافوخي اهو كده كويس. الله، ما انا خايف بقى اروح واقع عندك. نط عمود. انط عمود؟ لا عمودي خطر برضه. فاجوري. بقول لك ايه يا كابتن؟ فاجوري. ممكن تزيح دي المراتب دي؟ كويس لا كوزا فاجوري. ها؟ كويس لا كوزا فاجوري. طيب حاضر. بس ايوه سنس كده بس الله يخليه، عشان انت عارف النطه. ان اهو نوبر. انت هتخنقني. ها طب الناس تعالى خلاص جيلك واحده. فاجوري 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 بجوري ونط علاء. بجوري ونط واتكل على الله. ايوه بجوري واتكل على الله. يلا بس